يقول المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. هذه هي خطبة الحاجة، وكان مشتهر بين أهل العلم أن تسميتها بخطبة ابن مسعود. تشرع قراءتها والإتيان بها في كل أمر هام، وقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه أنه يستفتح بها في خطب الجمعة وغيرها، وتستفتح بها عقود الأنكحة. ولهذا يمر عليكم في كلام الفقهاء في كتاب النكاح ويسن أن يفتتح بخطبة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وهي مشتملة على مسائل التوحيد والإيمان، من الحمد لله والاستعانة به واستغفاره، والعوذ واللوذ بالله من شرور النفس ومن سيئات الأعمال، وأن الإنسان يعلم أن الهداية بيد الله، وأن من هداه الله من يهده الله فلا أحد يستطيع إضلاله، وأن الله تعالى بيده الأمور، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ومن يضلل الله فلا هادي له. وتشتمل على الشهادتين: شهادة الألوهية لله جل وعلا وحده لا شريك له، والشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة والعبودية. وتشتمل على الصلاة والسلام على خير البرية محمد صلى الله عليه وسلم.